المقطع والسموس هكي سنساول المسائل كرط المسائل لدي وي الشيخ محمد الدواب ترحم ربي فالكتابة نص الأصول الثلاثة ما يجن المسائل التسكرت كرط مسألة اللي غان تسقسع بطن دي قال يلي غدي وي زد أقسام التوحيد. إذا المسألة اللي زوار إجت توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات هن اسمك ربي تبارك وتعالى لا بدا يوحد ربي تبارك وتعالى الربوبيه غير كلسنا المقطع اللي يزري لا بدا يوحد ربي تبارك وتعالى الربوبيه السلبين الثاني كان تخلق الثاني تملك الثاني تبر الامور الدونيه والتي الاولى واللي خفت المساله السنات هي توحيد الالوهيه توحيد العباده هان بنادم العباده الاسكار استسكر ربي تبارك وتعالى اتسينو اي تقرب ربي تبارك وتعالى أدوني شخص أدون أن نريد تقرب كالوالي ولا المالك ولا الجني ولا عفريت ولا كما بغى يكون لكن أريك أسوش تقرب أتقربت ربي تسكر كان الدعاء أتقربت ربي تبارك وتعالى استغرستي غرسي أسكرت ربي تبارك وتعالى استكرت ظلتنك أسكرت ربي تبارك وتعالى استكرت حجنك ولا العمرانك ولا العبادات الكل اللي تسكرت تسكرت ربي تبارك وتعالى وهذا كان توحيد الالوهيه تسكرت ربي تبارك وتعالى العباده تسكرت المسالات تسكرت المسائل جت البراءه من الشرك واهله ما يقال البراءه من الشرك واهله المسلم اي تبرى المشركين الكفار ولا الشرك نسمى الكفر نسمى قصي تبرى ولكن هذا ريق غصنا الطائفات سنة الطائفة غير مسلم درسنا كان الأعمال قرسنا المشركين ورقينت الشرع الطائفة اللي زوال أرنقان الكفار أرنقان الكفار أي سنة كسلام والن وردي سنة توفانس العهود هنغيكات ورتش ربي تبارك وتعالى أي غوادي قد تعدي غوادي قد تعدي هن ربي تبارك وتعالى ويجي ولا اللباس نسن ولا كمات فلان لا عقائد تنتقلد انا غوتنتني ارتجع ربي تبارك وتعالى وريجو زيكا. اما الطائفه تسكرت اللي كانت طائفه اهل السنه والجماعه انت تدوش كانت الزمت نتني ارتبرون غير المشركين ولكن في الحدود الشرع ارتبرون تبرني زوان في القلب القلب نسن وراي تحب الكفار ولا الكفر ولا المشركين ولا الشرك تحبوا الشرك ولا المشركين ولا تحبوا الكفر ولا الكافر تنرد تحبوا ولا يأكل المحبة نزغ القلب لك ولكن دي سنتنا عمل على بيع الشراء ولا المسائل الدونيت يجوز يجوز ذاك دي سنتنا عمل دي سنت صغط دي سنتنا عمل المعاملة يفلكين تحترمت العقول نسن تنرد تغشد غيكا دي لا أشرع دي سنت المسائل أجي سنت برات سهل سنك أجي سنت برات سهل سنك السنك أدو رتيني ما يفركين غير الكفر المفرق الكافرون لكن لنا إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون هن إبراهيم عليه السلام يتبرى غل أصنام ولو اللي تعبدني لقد حين ربي تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا ربي تبارك وتعالى تلغى الآيات لكم دينكم ولي دين هل المشركين طف الدين لكن طف الدين الدين خرجيا تسكرت الأمور أجسنت تبرت الجوارح لك أجسنت شاركت الأعياد نزن أجسنت شاركت الاحتفالات نزن أجسنت شاركت الطقوس نزن يسكن على العبادات نزن أدرت السات لباس نزن أدرت ليت في عليه فلان العقائد كل غيكا دي كيف أجسنت تبرد ولكن فلازم تعدد
أفلس تعدده ولكن أجلس تبرد إيه سلق قلبنك.